مشاكل في ميدان التحرير الآن بسبب بعض محاولات لأفراد للتحرش ببعض النساء، ولكن شباب التحرير وتأمين التحرير يتصدون لهذه المحاولات، لذلك هناك بعض يعني المناوشات. ولكن بعيدا عن ذلك أستاذة رانيا، يعني المشاكل في ميدان التحرير الآن بسبب بعض محاولات لأفراد للتحرش ببعض النساء، ولكن شباب التحرير وتأمين التحرير يتصدون لهذه المحاولات، لذلك هناك بعض يعني المناوشات. ولكن بعيدا عن ذلك أستاذة رانيا، يعني